سلام البنات، كي دايرين لاباس؟ كي دايره اموركم؟ نتمنى تكونوا مزيانين. اليوم نهار جديد كما نقولوا، عدنا والعود احمد، ديما مع الجديد. اليوم جبت لكم الصاله ديال واحد القميص ديال جهاره، يتخدم براندا، حنا غادي نفصلوهم. قبل ما نبداو الصاله البنات، غادي نعطيكم واحد الطريقه زوينه، واحد العملية حسابية نتاع البصالة غادي تبقاو ديروها قبل ما تبداو. نشوفو الشوايقة. صراحة ضربي أنا هاد الطريقة نجرباها، وأني صراحة مكتحشمنيش. فين راكم يا الوراق؟ فين راكم؟ مكنبغيش نضيع الدفصار ديال لي ميزور سو بانتي. شوف، قال لي زرب تعطر، معليش هاد الورقة فيها، هادي فيها واحد الدعاء ديال لي استودع، اللهم إني استودعتك نفسي فاحفظها بحفظك ومن كل شر. معليش من بعد غادي نكتبها نديروها في واحد الورقة أخرى. بسم الله غادي نبدا. المهم أنا بالنسبة للعبارات البنات، ملي كنبغي نشد مثلا العبار لشي سيدة، كناخدو لها العبار ديال الكتاب كما كنقولو، من العظم للعظم، كاين واحد العظمتين في الكتيف، كناخدوها من العظم ديال اليمين للعظم ديال اليسار، وكنشدو العبار ديال الكتاف. ملي كنجيو للصدر، أنا كندير دورة الصدر، يعني كندور سنتيم على الصدر ديال المرا كامل، وكندير هكا، يعني ربعة ديال الصباع هكا، هي اللي كنخلي المسافة بيني وبين سنتيم. المانكان بعيد عليا، غادي نجيو نوريكم هاد المانكان. هذا هو المانكان البنات، ياكم ها هو. غادي نشدو له العبار، نستنى نجيبو سنتي. عفوا عندي، كنجيو هكا كندورو سنتي منا. شفتو حلو هاد اليدين؟ شوفوا البنات، كنجي هكا كندوز سنتيم تحت يدي هكا، وكنجي هكا كندوز على السطر جلسي مالكي. اللي مانك هادو يخص لي على النقم. المهم كندوز سنتيم هكا على سميتو، على هاد المانكان الزرع، كنجيو هكا وكنديرو ها ياكم البنات. ها هو جاي هنا شويه مزير، كندخلو هاد الربعه د السبعة هكا. حنديرو غير ثلاثة دي أربعة هكا باش يجي تسع سنتيم، ميجيش لاصق. غنقولكم علاش ميجيش لاصق. هيا طاحتي، هالي بنا مخصوش يجي لاصق. سنتيم كيجي لاصق على الصدر ديال السيده. مني كتبغي مثلا هذيك، فملي كنبغي نخدمو الرومي كيجي داك سي ميزور، اما بالنسبه للبلدي مهم قلنا 4 سنتيم، 4 ديال السبع كيكونوا هكا، كتدخليهم هكا بين سنتيم، يعني كنزيدو بحال كنزيدو واحد 8 سنتيم. شوفوا نعبروا هاد 4 السبع شحال كتعطينا، كتعطينا هي هاديك شي 8 سنتيم ديال الزياد، 7 سنتيم. المهم هاد السيدة هادي دورنا لها سنتيم على سميتو على الصدر ديالها، عندها ميتو تسعود. السيدة هادي شوية غليظة، ميتو تسعود البنات، ها هي ميتو تسعود، كنزيدو لها 10 سنتيم، 10 سنتيم كتعطينا ميتو 19، نقسموها على 4 كتعطينا تقريبا 29.5. تو دو شينونس هذاك هو العبار ديال هاد السيده. نص سنتيم في الصاله راه كيلعب واحد الدور مهم، مثلا كنحقرو كنقولو نص سنتيم راه شي حاجه نقصو، هو هي لا، راه داك نص سنتيم راه عنده واحد الدور مهم. المهم هاد السيده عندها قلنا تو دو شينونس في الصدر. كنجيو لدوره الحزام، دوره الحزام عندها مات وستة،
ميتوستا عاوز كذلك كنزيدو عليها ميتوستا، كنزيدو عليها 10 كتعطيني ميتوستاش على 4 كتعطيني 2 8 9 10 كتعطيني 29 هيك. كنزيدو دورات الحوض عندها 132، 132 كنزيدو لها 10، 142 كنقسموها على 10 كتعطيني 35.5. هاد السيده شي شويه بحال نقولو مديفورميا في الطاي ديالها، عندها الصدر خاوي وكنجيو هابطين كنلقاو عندها شويه ديال الخوه بين الصدر وبين الدبي ديال الكرش، تمي واحد الخويه صغيره وحنا كنجيو هابطين وهي كتغلط، عندها الكرش شويه من الطاي ديالها مديفورميا. الو شنو كنديرو؟ كنبقاو مثلا كنشدو السنتيم من الكتف نجيبو عاوتاني داك الماركان، دابا جبنا واحد الماركان بعقلو ها هو، شوفوا البنات هذيك السيده من هنا للصدر عندها خاوي ما عندهاش صدر، عندها واحد الخويه واحد الخويه صغيره هنايا تحت الصدر، هنا جاياها غليظه وجايه لهنا ودارتها عاوتاني. يعني شنو كندير انا؟ شديت انا كنعبر مثلا من هنا لهنا في جايلها الصدر ديالها، ياكم البنات هاد السيده هذه لقيت عندها هي عندها 33 طويله فين عطاني الصدر، هادي مثلا عندها 25 عطاني الصدر هنايا، هنايا كندير داك الدوره ديال السنتيم وكنشد داك العبره ديال داك الدوره، كنجي مثلا لهنايا هاد لاباتي فين كاين هاد الخويا كنعبر، هاد الخويا مثلا جايه بالنسبه للمانكا جايه في 33، كندير الدوره ديال السنتيم عند 33 وكنماركيها، كنجي مثلا هنايا الكرش ياك مثلا عند 40 كندير الدوره السنتيم الدوره ديال السنتيم عندها 40 وكان كان سميتو كنماركيها، مثلا عندها هنا الكرش ها فين عندها الغولد عندها عند مثلا نقولو عند 60 عندها هنايا عند 60 كندير الدوره، المهم فين بان فين ما هي شي عويجاج انا كنتبعو، عرفتي علاش؟ يعني باش تجيها بحال ملي نفصلو لهاد البيسة يعني تجيها على حسب لاطاي ديالها، تجيها يعني مزيان ماشي تجيها مشكودرة ولا فهمتي فهمتو. ايوا المهم دابا انا هنايا خديت 3 ديال العبارات 29.5 30 35.5 صافي، بالنسبة ليمونش يعني ليدي عندي 64 كنشدها البنات الدورة ديال هنا، حيت كاينة المرا اللي كيكون عندها هذا غليظ اتونسيون، كاين المرا اللي كيكون عندها هذا غليظ ديما دورو الدورة السنتيم وديرو هكا اليد، فهمتي ملي كنديرو هكا كيتجمع باش ما يجيهاش منا حصى، ونشدو عاوتاني العبار ديال هنا الدورة، ديرو الدورة هكا ديرو الدورة هكا البنات، ونشوف يدي واش كتخرج، كتخرج، أنا كندير 14 أنا تخرج لي يديها، تخلي يدي وتخرج، وكاين اللي كيدير 13 كي، سا ديبون على حساب الخشية كيبغي لي كتبغي الكليانة، صافي كنشدو الطول، هاد السيدة تبارك الله طويولة، عندها الطول شحال عندها؟ ندير لها الطول هاد السيدة، 156، هي معندهاش 156، 156، ولكن البنات هاد القميص غيتخدم بالراندا. كنزيدو في العبار ديال الطول كنزيدو، علاش؟ لان الراندا ملي كتخدميها كتبقى كطلع داك كيتكمشتو كيتزير كيبقى كيطلع حتى كيتحدد كتحدد البياسه، عاد ممكن ديك الساعه دير لها العطيفه تشدي لها العبار ديالها اكزاكت ودير لها العطيفه ديالها. المهم هادشي اللي كاين دابا غادي نبداو على بركه الله، وهي صراحه راه كاينه الوقفه ديال الظهر غادي نحبسو، المهم بعد نكملوا الفيديو صافي البنات يلا من بعد قالك ادانو ديال الصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله ودروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون، البركه كتنزل يعني كاين شوف البنات سبحان الله انا عندي بالتجريب شي نهار الجمعه شحال هذيك وانا باقي نصغر العقل شي شويه راكم عارفين الله يجيب
الظهر كتودن حنا جبال 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 الماكينه صاله كطيح لي الماكينه اون باي كتخسر لي. كنت خدامه في السيرجي كتخسر لي، كنت خدامه في البيكوس كتخسر لي، كنت خدامه في حديد كتخسر لي. سبحان الله عندي بتجيب صافي وانا عندي يعني اون فوا يقول الله اكبر داكشي اللي في يدك حطو سيت ودا صلاتك قرا شويه ديال القران اولا سبح اولا مهم اولا صلي ركيعات اولا المهم كاين ما يندار، ليسونسيال العمل يوقف، هذا هو الاساس.